بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة أنا هشرح المحاضرة الرابعة في البايو اللي هي بعنوان الأسيديك أمينو أسيد. في المحاضرة دي هنتكلم عن حمضين أمينيين اتنين اللي هم الأسبارتيت والجلوتاميت. هنتكلم عن هم اسينشال ولا نون اسينشال، جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك، وهنعرف الوظائف بتاعتهم. اول حمض اميني معانا اسمه الاسبارتيت او الاسبارتيك اسيد. طب هم اسيديك اسيد اسيتيك امينو اسيد ليه اصلا؟ لان هم فيهم مجموعتين كربوكسيل، يعني اكتر من مجموعه، فيعتبروا اسيديك امينو اسيد. اول واحد معانا اللي هو الاسبارتيك اسيد او الاسبارتيت، هو نون اسينشال. نون اسينشال يعني انا مش هضطر اخده من بره، فهصنعه في جسمي. هصنعه في جسمي بقى ازاي؟ عن طريق ان انا هعمل عمليه اسمها ترانس امينيشن. ترانس امينيشن ده ان انا هجيب كيتو اسيد وامينو اسيد، هشيل مجموعه الامينو من الامينو اسيد واحطها على الكيتو اسيد، فاحصل على الاسبارتيت. الكيتو اسيد اللي انا هستخدمه في عشان احصل على الاسبارتيت اسمه الاوكسالو اسيتات. الاوكسالو اسيتات اهو، هاخد مجموعه او هاخد الامينو جروب من الجلوتاميت، واشيل الكيتو جروب من الاوكسالو اسيتات، واحط الامينو جروب تديني في الاخر الاسبارتيت والالفا كيتو جلوتاريت. هنشوف بعد كده بقى وظايف الاسبارتيت او الاسبارتيك اسيد. لا، الاول هنقول الاول هو جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك. هو جلوكوجينيك. جلوكوجينيك ليه؟ عشان انا لو جيت اعمل عكس العمليه دي تاني، جيت اعملها تاني، انا مشيت كده في الاول، لو مشيت كده تاني هحصل على ايه؟ على اوكسالو اسيتات. والاوكسالو اسيتات ده او الاوكساليتيك اسيد ده اوكسالو اسيتيك اسيد ده بيستخدم في ايه؟ بيستخدم في عمليه الجلوكوجينيسيس. جلوكوجينيسيس يعني تكوين الجلوكوز، طالما هو كون الجلوكوز يبقى هو جلوكوجينيك. نخش بقى على الوظائف. من اهم الوظائف بتاعته ان هو بيكون لي حاجه اسمها الاسبراجين. ايه الاسبراجين ده؟ الاسبرجين ده هو ما هو الا الاسبرتيت برضو، ولكن في مجموعه اميد اللي هي دي اللي هي ان اتش 2 ومعاها سي او. هو بقى بيستخدم في تكوين الاسبرجين عن طريق انزيم اسمه اسبرجين سينسيز. اسبرجين هيكون الاسبرجين يبقى اسبرجين سينسيز. قلنا ان هو الفرق بينه وبين الاسبرتيت ان هو في مجموعه ايه؟ اميد. فانا هحصل او هاخد اي تي بي عشان العمليه دي تتم وتطلع لي في الناحيه الثانيه ام بي، وهستخدم الانزيم اللي هو اسمه اسبرجين سينسيز يبقى اسبريتيك اسيد. هستخدم معاه اسبرجين سينسيز هيديني في الاخر اسبرجين. طب ايه اهميه الاسبرجين دي؟ احنا قلنا ان الاسبرجين هو زي الاسبرتيت، بس الفرق ان هو فيه اميد جروب، يبقى اكيد اهميته بتنحصر في ان هو فيه اميد جروب. يبقى الاميد جروب هي دي اللي مدياله لازمه يعني، فهو بنحتاجه في البروتين زيه زي امينو اسيد. والاميد جروب بتاعته دي بتعمل ايه بقى؟ بتعمل كونجيوجيشن مع الكربوهيدرات، فبتعمل لي جلايكو بروتينز او بروتيو جلايكانز زي ايه؟ زي مين؟ زي الامينو اسيد اللي هو السيرين اللي احنا خدناه في الاول. بعد كده الوظيفه الثانيه ليه اللي هو بيخش في تكوين اليوريا عن طريق تكوين حاجه اسمها الارجينيو ساكسينات. دي حاجه ناخدها في اليوريا سايكل يعني، بس هي نعرفها ان هو بيدخل في تكوين اليوريا. بعد كده بيكون حاجه اسمها بيتا الانين. بيتا الانين عن طريق حاجه اسمها دي كاربوكسيليز انزيم. دي كاربوكسيليز انزيم ان انا هو ده الاسبرتيت اهو، هشيل منه سي او 2 او هشيل سي او 2 عن طريق انزيم اسمه الاسبرتيت دي كاربوكسيليز، هيديني في الاخر البيتا الانين. بعد كده الوظيفه الرابعه ليه ان هو بيدخل في تكوين ايه؟ البيورين. بيدخل في تكوين البيورين عن طريق ان هو مصدر للان واحد اللي موجوده في البيورين. البيورين ده اهو كنا خدنا قبل كده ان الجلايسين بيدخل في تكوين السي 4 سي 4 وسي 5 والان 7 اللي هي الحته دي، الجلايسين كان بيدخل في تكوينها. دلوقتي خدنا ان الاسبرتيت بيدخل في تكوين الان 1 بتاعت البيورين، وكنا واخدين كمان ان السيرين بيدخل في تكوين السي 8 بتاعته. هي فين السي 8 اهي؟ دي السيرين اللي كان بيدال. وكمان الوظيفه الثانيه بتاعته تكوين البيرميدين عن طريق تكوين الكربامويل اسبرتيت. بيدخل في تكوينه ازاي؟ اللي هو بيديله السي 4 وسي 5 وسي 6 والان 1. سي 4 وسي 5 وسي 6 والان 1. وفين البيراميدين اهو؟ بيديله سي 4 وسي 5 وسي 6 وان 1.
اصلا سي 4 وسي 5 وسي 6 وان 1 دول هم اصلا الاسبرتات، فالاسبرتات كله موجود بالكامل جوه البيراميدين. بعد كده تاني امينو اسيد معانا اللي هو الجلوتاميك اسيد او الجلوتاميت، برضو هنعرف هو اسينشال ولا نون اسينشال، جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك. هو نون اسينشال زيه زي نون اسينشال اهو، نون اسينشال امينو اسيد نون اسينشال، يبقى انا هصنعه جوه جسمي. طب هصنعه جوه جسمي ازاي؟ هصنعه جوه جسمي بنفس الطريقه اللي صنعت بيها الاسبرتات جوه جسمي. انا صنعته ازاي؟ عن طريق حاجه اسمها ايه، ترانس امينيشن. انا جبت كيتو اسيد وامينو اسيد وعملت لهم ترانس امينيشن، فادتني في الاخر الاسبرتات. هنا برضو هعمل نفس الطريقه، هجيب كيتو اسيد وامينو اسيد وهفعلهم مع بعض عشان في الاخر احصل على الجلوتاميت. هي عكس المعادله اللي فوق بالظبط اهي، هي فين اهي، عكس المعادله اللي فوق او هو جايبها كده اهي. هنمشي كده بقى المره دي عشان احصل على مين في الاخر، على الجلوتاميت. هفاعل مين؟ الاسبرتيت اللي هو امينو اسيد مع الفا كيتو جلوتاريت. يبقى الكيتو اسيد اللي انا هستخدمه هنا ايه؟ الالفا كيتو جلوتاريت، اما مع الاسبرتيت كان الاوكسالو اسيتات. يبقى الالفا كيتو جلوتاريت هاخد له الامينو جروب اللي موجوده في الاسبرتيت واحطها له واشيل منه الكيتو جروب، هيديني في الاخر اللي هو الجلوتاميت. يبقى كده جبت الطريقه اللي هي ان انا هستخدم انزيم ترانس امينيز وهعمل له هعمل ترانس امينيشن واحصل على الجلوتاميت، او ممكن برضو احصل عليه عن طريق انزيم اسمه الديهايدروجينيز، اسمه جلوتاميت ديهايدروجينيز. يبقى دي الطريقه الثانيه اللي انا هجيبه بيها، هي نفس الحاجه بس مش هستخدم ترانس امينيز، هستخدم جلوتاميت ديهايدروجينيز. بيعمل ايه بقى الجلوتاميت دي هيدروجينيز ده؟ هو يعتبر نفس الطريقه ولكن هنا مش هيشيل الامينو جروب مره واحده، هو هيكسرها يعني. بعد كده هنشوف الجلوتامين بنحصل عليه ازاي من الجلوتاميت. زي ما فوق خدنا الاسبراجين من الاسبراتات، هنا هنشوف الجلوتامين من الجلوتاميت. الجلوتامين ما هو برضو الا جلوتاميت، هو جلوتاميت برضو ولكن في ايه؟ امايد جروب ست. هنا هي راحت فين؟ ايه امايد جروب، امايد جروب هو عبارة عن جلوتاميت ولكن الزيادة فيه ان هو ايه؟ امايد جروب. طب انا هحصل عليه ازاي؟ عن طريق حاجة اسمها عايز اجيب جلوتامين من الجلوتاميت، فاللي هستخدمها هيكون اسمه ايه؟ جلوتامين سينسيز، جلوتامين سينسيز. طب لو العكس عايز ارجع عايز اجيب الجلوتاميت من الجلوتامين، هيبقى جلوتامينيز، يعني اللي بيحلل الجلوتامين او اللي بيكسر الجلوتامين. هنشوف برضو طريقة تانية نجيبه بيها، بنجيبه من الأرجينين أو الأورنيثين. يبقى الأرجينين أو الأورنيثين أو البرولين أو الهستيدين من A B O أبو، أرجينين أورنيثين وبرولين ومعهم الهستيدين. ده هنشوفه بقى جلوكوجينيك ولا كيتوجينيك. بالعقل كده هو يبقى إيه؟ جلوكوجينيك، زيه زي مين؟ زي الأسبرتيت، لانه لو جيت اعمل له ترانس امينيشن هيديني ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت. وبعد كده ممكن احصل من الفا كيتو جلوتاريت ده على ايه؟ على الاوكسالو اسيتات. الاوكسالو اسيتات ده كان بيدخل في ايه؟ في الجلوكوجينيسيس، بيديني جلوكوز، يبقى ده ايه؟ جلوكوجينيك. نخش بقى على الوظائف بتاعته. الوظائف بتاعته اللي هي اول حاجه معانا ان احنا قلنا فوق اللي بيكونه الاي بي او، الارجينين والاورنيثين والبرولين. ممكن اعكس العمليه بقى، بدل ما كنت بعمل كاتابوليزم بيهم اعمل بيهم ايه؟ انابوليزم. فبدل ما انا هستخدمهم عشان احصل على بسم الله الرحمن الرحيم الجلوتاميت، انا بقى هستخدم الجلوتاميت في الحصول عليهم، ان انا هحلل الجلوتاميت واحصل على الارجينين او الاورنيثين او البرولين عن طريق عمليه عكسيه للكاتابوليزم اللي انا استخدمته في الاول عشان احصل على الجلوتاميت. بعد كده من وظيفته التانية ان هو بيدخل في تكوين ايه؟ الجلوتاسيون. فاكرين الجلوتاسيون ده كان بيدخل في تركيبه الجي سي جي، الجي دي اللي هي الجلايسين ودي الجلوتاميد اهو اللي احنا واخدينه والسيستين. فورميشن اوف جاما امينو بتريك اسيد اللي هي الجابة، بيقول اللي هو بيستخدم في تصنيع الجابة. الجابة دي
الجابة دي مركب بحصل عليه من الجلوتامات عن طريق ان انا اعمل عملية اسمها دي كربوكسيليشن، هستخدم فيها انزيم اسمه دي كربوكسيليز. يعني ايه دي كربوكسيليز؟ يعني انا هشيل سي او 2 من الجلوتامات عشان احصل على الجابة دي جي اي بي اي. طب ايه اهميتها انها بتعمل كنيورو ترانسميتر، انهبيتوري نيورو ترانسميتر، انهبيتوري نيورو ترانسميتر، زي مين؟ زي الجلايسين. الجلايسين كنت بستخدمه كانهبيتوري برضو نيورو ترانسميتر، هي برضو انهبيتوري نيورو ترانسميتر. ايه اهميتها يعني انها كانهبيتوري نيورو ترانسميتر؟ واللي بيحفزها على كده يعني انزيم كده ولا فيتامين بي 6. فلو حصل ديفيشنسي في الفيتامين بي 6 ده مش هحصل على الجابة، ولما ما احصلش على الجابة مش هقدر اعمل عملية انهبيشن، فيبقى على طول استيميوليتد. لما يبقى على طول استيميوليتد ممكن يحصل حاجة اسمها كونفالجن اللي هي تشنجات. يعني الأهمية الرابعة ليه؟ ان هو بيكون الجلوتامين. احنا عرفنا ازاي بيكون الجلوتامين، عن طريق ايه؟ الجلوتامين سينسيز. بعد كده هنشوف بقى أهمية الجلوتامين، مش الجلوتاميت، أهمية الجلوتامين اللي احنا أصلا جايبينه من الجلوتاميت. ايه أهميته؟ بيقول بقى اللي هو ان انا لما بحول الجلوتاميت الى جلوتامين دي عملية مهمة جدا. طب مهمة جدا في المخ وفي الليفر. طب مهمة جدا ليه؟ انا لما باكل اي بروتين اي بروتين او ايا كان، يعني ايه لحمة اي حاجة بقى، بيطلع لي حاجة اسمها النشادر اللي هي NH3، ودي حاجة سامة جدا بتدخل بقى على الليفر. اول ما بتروح للليفر، الليفر بقى عايز يتخلص منها، يتخلص منها عن طريق ايه بقى؟ هيربطها بالجلوتاميت، هيربطها بالجلوتاميت. واول ما ال NH3 تتربط بالجلوتاميت جوه الليفر هتتحول الى ايه؟ جلوتامين. الجلوتامين ده بقى ايه؟ مش سام، هيمشي براحته بقى جوه الدم. جلوتامين مش سام، هيمشي جوه الدم، ويمشي جوه الدم لغاية ما يوصل لحد الكدني. لحد ما يروح عند الكدني هفككه تاني. هفككه تاني ازاي؟ الكدني ده لما بيكون فيها ايه؟ اتش، عن طريق الحمضية اللي فيها، يعني بيكون فيها اتشات حرة يعني. فانا هفكك الجلوتامين ازاي؟ الجلوتامين اللي هو عبارة عن ايه؟ زي ما قلنا جلوتاميت وشايل نشادر NH3، شايل ايه؟ نشادر NH3. انا هفككهم عن بعض عن طريق الجلوتامينيز، الجلوتامينيز اللي كان بيكسره، فيخرج لي ال NH3 اللي هو النشادر، ويتربط مع اتش اللي موجوده في الكدني، فيطلع الامونيا اللي هو NH4 واتخلص منه بقى. يبقى احنا كده عرفنا اهميه الجلوتامين جوه الليفر، يعني بيخلصني من النشادر اللي هو السام. هذا اهو ده نقراه، بيقول لك الجلوتامينيز انزيم اكتيفيتي ان كدني بيزيد، يعني اللي هو النشاط الانزيم ده بيزيد في الكدني، لما بالذات لما يكون في ايه؟ اسيدوزس. اسيدوزس يعني في اتشات كتير زايده يعني، فهو بيزيد ليه؟ بيزيد نشاطه ليه؟ عشان هيقوم مكسر لي الجلوتامين ويطلع لي منه النشادر، فالنشادر بالتالي ترتبط مع الاتشات دي وتقللها، فتقلل لي الحمضيه وتخرج لي الامونيا. تمام، نخش بقى على الحته اللي بعد. جلوتامين is used in detoxification، يعني بيزيل السموم. يعني في مواد سامة زي مين؟ زي الفينايل لاكتيت والفينايل اسيتيت، فهو بيعمل معاهم conjugation ويحولهم لمواد اقل سمية او مش سامة، يعني اللي هي فينايل لاكتيل جلوتامين وفينايل اسيتيل جلوتامين. قلنا ان الجلوتامين هو الجلوتاميت، بس في اميد جروب، في اميد جروب. يبقى اللي بيميزه عن الجلوتاميت ايه؟ الاميد جروب. اكيد يبقى اكيد اللي بيدي له اهميه هي الاميد جروب. فهنشوف الاميد جروب اللي في الجلوتامين ديت ايه وظيفتها او ايه اهميتها. بيقول لك انها بتحول لك الاسبارتيت الى اسبرجين. ازاي بتحول لي الاسبارتيت الى اسبرجين؟ ما احنا قلنا الاسبارتيت هو اسبرجين، بس الاسبرجين زاد عنه بايه؟ باميد جروب اللي هي كانت NH2 ومعاها CO. فانا لما اديله نشادر، اديله النشادر اللي هي محموله على مين؟ محموله على اديله الاميد جروب قصدي اللي محموله على الجلوتامين، اديها للاسبراتيت هتبقى ايه؟ هتبقى اسبراجين. فدي اهميه الاميد جروب اللي في الايه؟ اللي في الجلوتامين. كده استخدمها ان انا احول الاسبراتيت لاسبراجين عن طريق ان انا اخد الاميد جروب بتاعتها اديها للاسبراتيت فتبقى اسبراجين. كمان اهميته ان هو بيدي ال N3 وال N9 بتاعت البيورين.
رجعنا تاني للبيورين. يبقى البيورين كنا قايلين عليه ايه؟ ان ال N واحد بياخدها من الاسبارتيت، وال N سبعة بياخدها من الجلايسين، و C تلاتة واربعة وخمسة من الجلايسين. دلوقتي خدنا ال N تلاتة وال N تسعة بياخدها من مين؟ من الاميد جروب اللي موجود. رابع حاجة بقى ان هو بيخش برضه في تكوين البيراميدين، بيديله ال N تلاتة بتاعته، واحنا كنا واخدين قبل كده ان الاسبارتيب بيدي البيراميدين ال N واحد. يبقى كده الاسبارتيب بيديله ال N واحد، والاميد جروب اللي في الجلوتامين بتديله ال N تلاتة، وبيدخل في تكوين برضه الامينو شوجرز عن طريق ان هو بيقدر يعمل كونجوجيشن مع اي سكر او مع اي كربوهيدرات. يعني شوف بقى حل على اللي احنا شرحناه ده. ده حبة أسئلة كده اللي احنا شرحناه. أول سؤال بيقول أسبارتيد is formed from by hydrolysis، أسبارتيد ولا أسبراجين ولا أوكسالو أساتيد؟ الإجابة هي الأسبراجين. أسبراجين ليه بقى؟ احنا قلنا الأسبراجين ممكن أجيب منه أسبارتيد عن طريق إيه؟ عن طريق إن أنا أنزع منه الأمايد جروب اللي فيه. هنزعها منه ازاي؟ ان انا احط له ميه، احط له ميه يطلع منها اتش، تتحد مع الامينو جروب اللي هي ال ان اتش 2 وتطلع ان اتش 3، فانا كده اتخلصت من الامينو جروب وحصلت على الايه؟ الاسبرتيت. لو كنت كان بانزيم اسمه ايه؟ كان اسمه اسبرجينيز، اسبرجينيز، عشان هيحلل مين؟ الاسبرجين، واحصل على الاسبرتيت. السؤال الثاني قوله the following are derivatives of aspartate except، كل دول الاسبرتيت بيدخل في تكوينهم يعني ما عدا ايه؟ الاسبرجين بيدخل تكوين الاسبرجين. البيورين ايوه بيدخل في البيورين، بيديله ال N كام؟ بيديله ال N كام؟ بسم الله الرحمن الرحيم مش فاكره والله، استنى. ايوه البيورين بيديله ال N واحد، يبقى الاسبرتيب بيدي البيورين ال N واحد. طب الجلوتاميت كان بيديله ايه؟ كان بيديله ال N تلاتة وال N تسعة. طب بيدخل في تكوين البيراميدين؟ ايوه بيديله ال N واحد وال C خمسة اربعة خمسة وستة. يبقى ده اللي مش موجود. باين بيتا الانين فورمت فروم اسبرتيت باي، احنا قلنا من وظائف الاسبارتيت انه بنحصل منه على البيتا الانين عن طريق ايه؟ عن طريق الديكربوكسيليشن، اللي انا بنزع منه سي او 2. الاجابه از برودوسد باي ديكربوكسيليشن اوف جلوتاميت اللي هو الجلوتاميك اسيد، ديتوكسيفيكيشن فانكيشن اوف جلوتاميت باي كونجيجيشن ويز، ايوه احنا قلنا اللي هو ليه وظيفه ان هو بينزع السميه من مواد سامه فيخليها اقل سميه. كانت منهم ايه؟ كانوا الفينايل اساتيت والفينايل لاكتيت. الفينايل اساتيت الاجابه سي، فينايل اساتيت. السؤال الاخير بقى all of the following amino acids share information of بيورين except، كل دول بيدخلوا في تكوين البيورين ما عدا الجلايسين. بيدخل في تكوين البيورين ايوه بيدخل بيديلها ال N 7 وال C 4 وال C 5، فالجلايسين معانا. و بسم الله الرحمن الرحيم، هل الاسبرتيب بيدخل في تكوين البيورين؟ ايوه بيدخل في تكوين البيورين، بيديلها ال N 1. طب الجلوتاميت بيدخل في تكوين البيورين؟ ايوه بيدخل في تكوين البيورين عن طريق ان هو بيديلها ال N 3 وال ايه وال N 9. طب السيرين بيدخل في تكوين البيورين؟ ايوه بيديها للسي 8، يبقى السيستين هو اللي مش بيدخل في تكوينها. الاجابه السيستين. انت بتعمل ايه؟ السيستين، استغفر الله. لا السيستين هي السيستين، مش عارفه اعلم عليه. بس كده كده خلصنا المحاضره. الحمد لله.